النهارده عندنا توتنهام فاز على فريق برايتون بهدف دون رد. الهدف جه عن طريق هاري كين في الدقيقه 21 زي ما انتم شايفين كده، رفعه من هوانج مينسون كان لعبها يعني في نظر انا حسيت ان هو ركنها ارتو. هاري كين حط بالهيد بس حاجه بسيطه جت في الجون، لكن كان هوانج مينسون لو الكره عدت من هاري كين كان ممكن تيجي في الجون، لان الكره ملعوبه منها شوطه ومنها رفعه الاثنين في نفس الوقت. وعندنا لقطة بعد المباراة كانت ما بين هاري كين وسون، الاتنين طبعا اتبدلوا في المباراة، سلموا على بعض بعد المباراة لأنهم هما اللي جابوا الثلاث نقط لفريق توتنهام. وطبعا ثلاث نقط مهمين لتوتنهام لأن فريق برايتون فريق صعب، صعب إن أي فريق ياخد منه نقط.